خلينا نبدا كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالامس رئيس اذربيجان الهام علييف بقصر الاتحاديه، وشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات زي الكهرباء والبترول والاتصالات والنقل والرقمنه. كمان امبارح السيد الرئيس عقد مؤتمر صحفي مشترك اكد فيه انه استعرض مع رئيس اذربيجان الجهود المصريه لانفاذ المساعدات الى قطاع غزه وجهود وقف اطلاق النار في القطاع والتوصل لوقف اطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أذربيجان إلهام علييف بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية، وتم استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني للبلدين. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أذربيجان إلهام علييف بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. وامبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره رئيس أذربيجان إنه استعرض مع رئيس أذربيجان الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات لقطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار في القطاع والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان إننا اتفقنا خلال مباحثاتنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت. وأضاف الرئيس السيسي اتفقنا على تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة. وتابع الرئيس نسعى لدفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو المنقضي في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دورياً للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات اللي بيتم تلقيها ورصدها وخطوات التفاعل الجاد معها من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، محتل المركز 18 عالمياً خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق. وأوضح التقرير أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغ 7000 كيلومتر، تم تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8% لتبلغ 30.5 ألف كيلومتر بنهاية عام 2024 مقابل 23.5 ألف كيلومتر عام 2014. كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كيلومتر من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالي 10000 كيلومتر مستهدف تطويرها.